بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين في كل مكان داخل مصر وخارجها، لكم مني أجمل تحية من شاشة مصر الزراعية وحلقة جديدة من برنامجكم صوت الفلاح. النهاردة معانا كالعادة محافظة من المحافظات الزراعية المهمة، وهي محافظة الدقهلية، والتي تعتبر من أولى المحافظات الزراعية في مصر، فهي مزرعة مصر الأولى التي تبلغ المساحة المنزرعة بها حوالي 646 ألف فدان. وطبعا من أهم المحاصيل التي تشتهر بها القطن والأرز والقمح والذرة الشامية، كما تتميز أيضا بنوع من أنواع الزراعات الهامة وأحد أهم المشاريع الاقتصادية الصغيرة في المحافظة، وهي زراعة الأسطح، حيث تعتبر مجالا جاذبا لعدد من الأسر في الدقهلية، وتوفر احتياجاتهم من الخضروات والفاكهة مع إمكانية بيع الفائض منها للغير، بخلاف أنهم يضمنون محاصيل زراعية جيدة وصحية ليس بها مبيدات أو كيماويات، ووسيلة لتجميل المنازل والقضاء على الحشرات والقوارض بالأسطح، والمعدات اللازمة لتنفيذ المشروع بسيطة ويمكن للجميع استخدامها في بأقل التكاليف، وتعد مصدر دخل آخر ومشروع اقتصادي بسيط يحقق اكتفاء ذاتيا. ومن المحاصيل التي يمكن زراعتها فوق أسطح المنازل الملوخية والجرجير والفجل وشتلات الفراولة والفاصوليا والخوخ والرمان، وتواصل مديرية الزراعة جهودها في منع التعدي على أراضيها الزراعية، حيث قامت بعدة حملات لإزالة كافة التعديات بعدة قرى مركز ميت غمر، ومن أهمها قرية بشلة وقرية كفر بهيدة، وأيضا بداية لإعادة القطن المصري إلى عرشه مرة أخرى. ثم زراعة صنف جديد وهو جيزة 94، وهو من الأصناف الجيدة، حيث أن متوسط إنتاج الفدان من هذا الصنف يصل إلى 10 قناطير، وهي إنتاجية عالية سوف تشجع الفلاح على زراعة القطن مرة أخرى، بالإضافة إلى ارتفاع سعر قنطار القطن وهو سعر محفز وجيد لزراعته، وتأكيد على سياسة تنوع المحاصيل وتقليل المساحة المزروعة بالأرز لصالح القطن، مما يصب في صالح الوطن ويساهم في إعادة الازدهار الزراعي وترشيد المياه بالمحافظة. هنتكلم عن هذه المحافظة باستفاضة من الناحية الزراعية، وأيضا هنتكلم على الثروة الحيوانية بها. لذلك يسعدني أن يكون ضيفي الكريمين في الفقرة الأولى من هذه الحلقة السيد المهندس محمد المنسي وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، والدكتور محمد بشار مدير عام المجازر والصحة بمديرية الطب البيطري بالدقهلية أيضا بعد هذا الفاصل.